وانا بحبك. محدش قالك ان بقيت جوزك ولا ايه؟ على الورق بس يا عبد الله. انا هسيبك براحتك، ما يصحش برضه يقولوا كبير العطارين غصب مرته على حاجه. تفهم الرجاله اللي هتبعتها انها جايه على موت. عايز الرجاله امتى بقى يا سليم باشا؟ شيل بنتي من دماغك. بجد عايز اتجوز رحمه. تتجوزها كيف يا مجنون انت؟ احنا ما بندوش لاغراب. انسي نورت يا محسن باشا. سلام يا هاشم. سلام. السلاح اللي قلت لي عليه مش موجود دلوك. صرف دلوك يا ضوي بالموجود. وبعدين انا داخل دلوك لعبد الله بيه، والموضوع ده بعون الله محلول. يمكن يكون الملف متشال طول السنين دي كلها عشان اللحظه دي. طب والملف ده فين يا عم؟ في الحفظ والصون. ايه يا عم سليم؟ انا في الاوضه اهو. هتلاقي خزنه كبيره. ايه يا عم سليم؟ خلاص لقيته. برافو عليك يا سلمى. سلمى. الو سلمى. علي بتعمل ايه هنا؟ بعمل زي ما انت ما عملت يا علي، بسمع كلام اهلي زي ما انت ما سمعت كلام اخوك. مش وقته خالص الكلام ده، لو حد شافنا يروح يقول لعبد الله وهتبقى مصيبه. استفدنا دوز قوي النهار. دوز ايه؟ هي مخدرات؟ دي بيرة اللي هو حاجة كده صباح الفل. ما هو ده هي فين؟ كان مش تحت الترابيزة يعني يا حازم. أبوه قفش عليه امبارح بعد ما روح. بس أنا عندي صداع يموت. تسمع مني؟ مش هتطلع عيل يعني؟ أنا انت بطلع عايل يعني يا ورا؟ ما انا على طول معاكي وبعمل كل حاجه اهو. الا حاجه واحده، متاكده انك هتطلع عايل وهتخاف. ما بخافش. تشد. ها تشد. خير يا جبالي. خير يا كبير. احنا كنا عايزين نزود السلاح للرجاله. بسيطه يا جبالي، شوف المخازن هنا فيها ايه، ولو مفيش اتصرف والفلوس موجوده انت عارف. ايوه طبعا. امال يا كبير، بقول لك ايه، انا متهيئ لي حد خشش الاوضه دي. ايه يا عبد الله؟ سامع صوت حرك وفرك غريب، هو في ايه؟ مفيش يا عمتي. انت بتعمل ايه هنا يا علي؟ مفيش يا عبد الله، مفيش. كنت ببص يا اخي، ببص بشوف عمك زين سايب لنا ايه، ولا اخو الكبير مش من حقه انه يبص. لا من حقه يا علي، بس ما يخطيش خطوه واحده من غير اذن الكبير. المفروض كنت تستاذن يا علي. عندك حق، المره الجايه. الا بالحق يا ولد اخوي. انت فتحت باب الاوضه دي كيف؟ المفتاح كان في القفل يا عمتي. والله والله. كيف يعني ده يا علي بيه؟ انا مسلم نسخ المفاتيح كلها لعبد الله بيه. يبقى انا كذاب يا جبالي. لا لا سمح الله، اكده يبقى في حد عندي من الرجالة غلط وعشه اتقطع من الحياة. خلاص يا جبالي، روح انت دلوقتي حل مشاكلك مع رجالتك. أمرك يا كبير. يلا. وانت يا عمتي اطلع نام، مفيش حد غريب. وانو مهدي كيف انام يا عبد الله وهي النعجة بتنام وسط الديابة؟ خلي بالك. تصبح على خير يا عمتي. وانت من اهله. بقول لك يا علي، أنا اديتك فرصة تانية إنك تبقى جنبي، استغلها يا أخي، ما تبقاش باردة وتنحك ده، عشان لو عرفت إنك بتكذب عليا أو بتلعب من ورايا هتزعل، هتزعل قوي يا أخوي، هتزعل. أنت كده طمنت على زكريا سليم، وانا قدمت السبت والحد بالصلاه على النبي وكله بصوابه. وهو ايه الثواب اللي انت مستنيه بعد اللي قدمته يا سيف؟ الملف اللي في الاوضه اللي انا طلبته. هو ده اللي انت مستنيه بس يا سيف، ولا اللي هيحصل بعد الملف؟ اصل انا طول عمري عارف انك بتحب ترمي لبعيد. ما يقدرش يا سليم، زياده الخير خيرين، القريب والبعيد. وما تنساش برضو ان الملف ده بيرمي الحاجه بعيده. بقول لك يا زكريا،
انا عايزك الملف ده تسلمه للضابط اللي اسمه يوسف، تعرفه؟ بس انا بره الموضوع ده خالص، الحكايه دي لازم تبقى بعيده عني. اللي هو محسن لازم يخرج بره اللعبه كده، كفايه عليه قوي. كرا يا سيف، انت فاكر نفسك بتكلم عسكري من اللي كانوا مرميين تحت رجلك في الداخليه؟ انت بتكلم زكريا العطار. فوق فوق يا سيف فوق. نسيت انت بتتكلم مع مين ولا ايه؟ وبعدين يا اخي ده احنا اللي بينا مصالح مش اوامر. استغفر الله العظيم، انا بتكلم عن مصلحه، مصلحتنا كلنا. اللي هو محسن حاطط زكريا في دماغه، لما الملف ده يظهر اللي هو محسن مش هيبقى مركز معاك وهيسيبك وهيقع، وساعتها تقرير طب الشرع الاولاني هيظهر وهتبقى انت براءة. هو كان مين اللي زور التقرير الاولاني اصلا يا سيف؟ محسن او حد من حبايبك، هاشم مثلا. بس ده مش هيحصل يا سيف الا بعد ما القصر يرجع واللي احنا متفقين عليه مع ياسر يتم. كله هيتم بعون الله، والنهارده. اللي هقوله هو اللي هيحصل. خلص الكلام. حسن، حسن. رحمة، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا مش عايز اعمل لك اي اذى ولا مشاكل تاني بسببي. هنعمل ايه يا حسن؟ ابوي هيوافق على جوازي من شعبان، خصوصا بعد ما شفنا مع بعض. ستك كان عندها حق يا رحمة، كل حكاوي الحب بتنتهي بالفراق. فراق؟ بالسهولة دي يا حسن؟ اعمل ايه؟ اتقدمت لابوك وقال لي يا ابني انت مش من دمنا، وقال لي اني لازم ابعد عنكم، وانا كمان لازم ارجع احارب لحد ما اخد الدار، الدار اللي ابويا عملها. مش هتحارب عشان يا حسن؟ بكفاياك يا رحمة، بكفاياك. ابوك تلقاه راجع من الجامعة دلوك. اوعدك يا رحمة اني هحاول اعمل اللي عليا لحد اخر نفس فيا. يبقى مش هتحارب يا حسن. الرجالة جهزت وراح من الاشارة دي. ارسين بيها، انا راجل بقدر الوقت. من يوم ما شغلت في البورصة عرفت ان الثانية لها قيمة، هي ثانية، يا تكسب كل حاجة يا تخسر كل حاجة. بس احنا ما عندناش اختيارين، هو اختيار واحد مفيش غيره ياسر بيه. واظن انت فاهمه كويس. طبعا فاهمه كويس، واللي فاهمه اكتر بقى الرجاله اللي انتوا عايزينها. واذا الرجاله ما عملوش اللازم اعملوا اللي انتوا عايزينه. واظن انت سالت عني وعرفت لساني عقد ورقبتي شرط جزائي. لا لا، ان شاء الله ما توصلش للشرط الجزائي ياسر بيه، هتتيسر بامر الله. تفعلوا بالخير تجدوه ولا ايه؟ ويا ترى مين فيهم الشر ومين فيهم الخير يا سيف؟ عموما اللي احنا عايزينه هو حق عيلة زين العطار وبس. يطلع خير بقى يطلع شر مش فارقه معانا. خير يا سليم بيه، خير. الحق حبيب الرحمن. ونعم بالله. نرجع للرجاله زي ما فهمتك، عايزين رجاله قلبها ميت، ولو ماتت ينفع اهلها يتراضوا بقرشين ويحمدوا ربنا كمان انهم خلصوا منهم. لا يا سليم بيه، انت كده بتستقل بيا. انا راجل بتاع سوق وافهم الزبون عايز ايه من قبل ما يتكلم، وانا فهمت انت عايز ايه. وبعدين ما تنساش برضه ان انا عايز اكسب زبون. وانا متاكد ان انت فاهم انا عايز ايه بالظبط. وشاري الفاتحه بقى عشان ربنا يكرمنا باذن الله، ولا ناجلها بكره على أرواح اللي يموتوا إن شاء الله. نأجلها لبكرة. أنت لسه بتقولي نفس الكلام يا آية؟ أيوة لسه بقوله، هفضل أقوله يا صالح. المفروض إن إحنا كنا نعيش مع بعض زي الأول، مش ده كان اتفاقنا؟ مش عارف، مش عارف يا آية، ومش هعرف أسيبهم. لكن تعرف تسيبني أنا. أنت بتحبني يا صالح؟ إيه يا آية اللي أنت بتقوليه ده؟ أنت لسه بتسألي السؤال ده النهاردة؟ بسألهولك مرة بدل ما بسأل نفسي كل يوم 100 مرة. اللي بيحب يضحي يا صالح، ضحي عشان المرة دي بقى. مش حاضر يا آية،
مش هينفع اسيب حق العطاريني دي. واضح ان انت ما بقتش صلاح اللي انا بحبه. انا كنت صح. اعرف انت مين وكلمني. سلام. يا ابوي يا شعبان، اجناوي بيبلغك ان الرجاله جاهزه ومستعده. ابوي ابعت حد ينادم حسن. والله ما عارف يا ابوي انا ايه اللي هنستفاده هنا لما نرجع للولاد اللطخ ده داره ونملكه له. يعني مكسبنا ايه هنا من الشغلانه دي يا ابوي؟ مش لازم نكسب يا ولدي، ما يبقاش قدامنا فرصه نعمل خير ونرجع حق لاصحابه ونقول منا الصالح. وبعدين ايه رايك، انا كنت مع زين وهو عيبنا الدار دي، واي حد غيرنا كان هيعمل نفس اللي عملناه. اهو يبقى في حاجه حلوه نقولها لربنا يوم الحساب. الله يرحمك يا زين. ولو اني مش موافق على الموضوع ده من اساسه يا ابوي، لكن اللي تشوفه ما اقدرش اقول لك لا. ازيك يا صالح، عامل ايه وايه اخبارك؟ انا كويس الحمد لله بخير، وبكون كويسه اكتر لما اسمع صوتك واشوفك. انا مش عايزاك ترد، انا نفسي بس افضفض معاك. عارف يا صالح، كل ما بفتكر الغيبة أبكي. ما أنت عارف، أنت كنت النفس اللي بتنفسه، وعارف أن رجال العالم دي كلها في كوم وأنت في كوم، وأنت متأكد كمان أن مفيش راجل في الدنيا دي كلها يملى عيني غيرك. وعارف كمان يا صالح أنه يعني اني ما مليش عينك يا بنت عبد القادر. وحشك واد زين. وحشك اللي رمكك في الكلبه الجربانه للدرجه دي؟ شايفاني قليل؟ ماشي يا بنت عبد القادر. أنا هوريك إن مفيش أرجل من عبد الله العطار. يا عبد الله في إيه؟ إيه يا عبد الله؟ هتعمل إيه؟ مفيش، مش مرتي، مش مرتي، هوريك. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، بس يا عبد الله لا. هوريك. لا يا عبد الله لا. لا. بس يا عبد الله. مضطر. انت اللي علمتني كده يا محسن باشا. القانون فوق الكل. انت عاوز ايه يا يوسف؟ عايز افهم. تفهم ايه؟ افهم ليه وايه السبب؟ ليه ما خلتنيش اوقع زين العطار مع انك عارف عنه كل حاجه؟ وبالرغم من كده راح تحط ايدك في ايد واحد تاني عايز يبقى زيه. دول تجار سلاح يا باشا، مش حراميه. طبعا بنفسك ان انا اسمعك الكلام اللي انت نفسك تسمعه. بتاع ان يعني الحكومة كان المفروض ان تحط عينها عليهم وان هم اقوى مننا، مش كده؟ لكن لا، انا اتكلم معاك بكل صراحة، مسألة بسيطة خالص. الحكومة هي اللي قوية، قوية جدا يا يوسف. بس للأسف أنا اللي ضعيف، وزين العطار هو اللي قوي. أنا أعرف زين كويس قوي من هو لسه صغير، كان ساعتها دراع اليمين لنشأة الفخراني، وأنا كنت زيك بالظبط كده، شاب صغير مليان حماس، وكنت مصر اني انا اوقعه.
بس هو كان أذكى. أنا ما زهقتش، بس هو في الآخر زهق، رمالي طعم، وأنا بمنتهى السذاجة بلعته لحد ما كون لي أوراق وعمل لي ملف يوديني ورا الشمس. عشان كده اضطريت ان انا اجاريه واسمع كلامه. ما انا في الاخر مش ممكن اضيع تاريخي ده كله عشان حبه اوراق موجودين في ملف في ايد زين يضغط على نفسي بيهم. صدقني يا باشا كان في حلول كتير قوي، بس انت اللي نفخت في زين العطار لحد ما بقى اكبر منك ومن القانون، وسلمت حبل المشنقه اللي هيلف حوالين رقبتك يا محسن باشا. بس صدقني انك تروح ورا الشمس وانت شريف احسن 100 مره من انك تبقى خاين البدله اللي انت لابسها. انت تجاوزت كل حدودك، اطلع بره. هطلع بره، بس انا جيت النهارده عشان انت كنت في يوم من الايام قدوتي، وكان نفسي الاقي لك اي عذر ما تقعش بيه من نظري. بس دلوقتي يا باشا ما ينفعش انا وانت نبقى لابسين نفس البدله. زكريا العطار مع الملف اللي انت خايف منه، وهيرجع قريب وانا هساعده، والتقرير اللي اختفى هيظهر، وحق اكرم هجيبه على اذنك. هاشمي في أخبار مهمة. زكريا كنت محتاج لك الفترة اللي فاتت دي معايا. والله يا حازم والله لبكرة عبد الله يجي زاحف على ركبه هتعمل فيه اللي انت عايزه لغاية ما تحس ان حقك رجع لك. والله لو اقدر كنت جيت معاك يا زكريا. ارتاح ارتاح انت يا حازم، وحقك هيجي لك لغاية عندك. هترجع بيتك قدام على سريرك في اوضتك، وهتقف على رجلك وتبقى كويس. اتجدع انت بس عشان انت في يوم من الايام هتبقى كبير عيلة العطار. حبيبي يا زكريا. صباحية مباركة يا عروسة. لي 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 ايه النكد ده؟ في يا بت؟ بلعتي لسانك ولا ايه؟ ما تردي علي. ارحميني يا ما، ارحميني ارحميني من السكاكين اللي بتنتوريها من كلامك، زي ما تكوني ما حساش. تكوني مبسوطه لما تشوفيني عشت نفس اللي عشتيه. كفايه ارحميني الوجه الله اللي بيرحمنا ربنا. يا بنتي مالك يا اختي؟ عملت فيكي ايه؟ انا ارحمك ليه يعني؟ هقول ايه؟ خليتك ست القصر ده، وخليتك مرت الكبير كبير العطارين، عايزة ايه تاني؟ وتقولي لي سكاكين؟ صحيح العرج دساس، فجرية بنت فجري. كفاية عادي يا أمك فاوية. اهدى بتعيط؟ انت عيانة انت كمان؟ يا حبيبتي انا تعبانة شوي. كهينة صغيرة اتلمت على كهينة كبيرة. اتفه جبريل امكم. انا عايزك تسامحني يا عم حمزه، مع اني والله العظيم ما عملتش اي حاجه تزعلك. روح يا ولدي
ربنا يسهل لك. بس عاوز اقول لك حاجه، بعد الكلام اللي قاله بحر امبارح ده، خد بالك من نفسك. بحر غويط وما يساعدش حد ببلاش، ولابد هياخد منك حاجه، وحاجه كبيره قوي. خدها خلاص يا عم حمزه، خدها. الشاي يا بوي. تسلم ايدك يا حسنى، وصل الرساله دي. اخلص يا بت. تلاقش على اهل بيتك يا عم حمزه. انا خلاص ماشي، اشوف وشك بخير يا راجل. طيب مالها البت؟ البت شكلها تعبانة قوي. تتصرف، اكلمها هايدي، تقول لها انا بعتها لها بدل ما تموت هنا وتجيب لنا مصيبة، وتقول لها محدش يعرف بالمكالمة دي. فاهمة؟ جبريل امك حازم، انت اسهل حاجه تعملها انك توقع واحده. ازاي يعني؟ ازاي ايه يا ابني؟ انت لازم تفهم ان انت داخل حرب، واللي داخل حرب ده لازم يستخدم كل اسلحته. انا مش فاهم برضه انت بتقول ايه بصراحه. سيب لك الطلعه دي. انا فاهمك، انت لو بتحب واحده هي كمان لازم تحبك، وزي ما انت عايزها هي لازم تجي لك، فاهمني؟ اوكي. البنات نوعين، في نوع من البنات بتحب يبقى صاحبها عكسها في كل حاجه، ودي بنات معقده، ما اعتقدش ان هي من النوع ده. وفي بنات تانية بتحب صاحبها يبقى زيها في كل حاجة، مسلك معاها في نفس الخط. ما اعتقدش ان يارا من النوع ده برضه. خلينا بقى نركز في النوع بتاع يارا. بص انت هتعمل ايه؟ هي لو سموكت حشيش انت تسموك حشيش وتشرب مية. هي سموكت حشيش وشربت مية تشرب فودو. شربت فودو بقى تشد كوكايين. طب ولو هي شدت كوكايين؟ انا اللي هشد في شعري بعد كده. يا حبيبي افهم، انا قصدي انك على طول تبقى سابق بخطوة، مسيطر يعني. ايوه كملي بقى. يا ابني كمل ايه؟ افهم. انت لازم تاخد البنت دي تحت جناحك، وعاوزك تجمع ان انت داخل حرب، محدش بيستنى حد. الملف اللي طلبته من سلمى يا عمي. أصيل يا علي، أصيل يا ابن صبري العطار. شوف يا ريهام، أنا مش هكسب عليكي، أنا ربيتك بحيث تعرفي تحسبي كل خطوة بتخطيها وتبقي قد قرارك. مش هرجع بقى دلوقتي أقولك إن كل اللي قلته ده كلام فارغ يعني. بصراحة يا بابي أنا فكرت كتير وحاولت، بس ما عرفتش أكدب على نفسي أكتر من كده. ادخل يحيى باشا، العطار مستني حضرتك بره. خليه يدخل. طب هسيبك انا بقى للشغل. لا استني، الله ده يحيى. ايه؟ السلام عليكم يا هاشم باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا ريهام هانم، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ما بتجيش انت الشغل خالص. معلش بقى، هاشم باشا بيطلب مني شغل كتير بره وانا ما اقدرش اتاخر، انت عارفه. طيب انا هسيبك بقى دلوقتي عشان اروح ارتب الاوراق اللي انت قلت لي عليها لحد ميعادنا بالليل. طيب يلا باي باي. اقعد يا يحيى. ايه فينك يا يحيى؟ موجود يا باشا وتحت النظر. انت اللي زعلان مني وسايبني مش عارف في ايه. شوف يا يحيى، انت غلطت غلطه كبيره قوي. ياسمين كانت في ايدك وسبتها تهرب. انا لو ما بحبكش وعارف انك عايز تمشي على الطريق الصحيح، انا كنت خلصت عليك. اعتبرني زي ابنك يا باشا. ابنك وغلط ما تسيبوش، شده تاني للسكه الصح. ماشي، هشدك يا يحيى، وهشدك لفوق، لفوق قوي، اكتر مما كنت تحلم. عيله العطار خلاص ما بقالهاش كبير. عبد الله اللي انا كبرته غبي
بيعمل خطوات من غير ما يرجع لكبيره، وبيعصي الرجالة اللي أنا اديته فلوسهم على كلامي. وصالح عيل تافه ما يعرفش يمشي حد على مزاجه، فما بالك بقى بعيلة زي عيلة العطار. وزكريا ماشي من دماغه وعمره ما هيجي تحت جناحنا. قول لي يا باشا ايه المطلوب وانا تحت امرك. زكريا بيجهز رجالة ورايح القصر قريب، في حرب هتقوم زكريا لازم يموت فيها ويلبسها عبد الله، وتبقى انت الكبير، ونبقى حققنا كل اهدافنا برصاصة واحدة. امشي. خير؟ كنت فين؟ كنت في معرض موبيليا بجيب حاجة. في عربية بره فيها أوضة نوم جديدة، والعربية التانية جاية بالليل فيها بقية العفش. أنا قلت أقول لك بس عشان تخلي الوغش اللي واقفين بره يدخلوها. أوضة نوم جديدة؟ يا سنورة غضبانة عليك حالتها؟ مالكش صالح يا عبد الله، دي حاجة بيني وبين مرتي. ماشي، أهو دلع الدل لما تيجي في داهية، أخليهم يدخلوها لك، على الله تتعدل. اطلعي قدامها بابا يا مدام. هايدي ايوه يا امي. ايوه يا حبيبي. بقولك ايه يا زكريا، هي هايدي معاك؟ لا. في ايه؟ تردش على تليفونها، معرفش اصلا هي خرجت امتى من البيت. لا ما تقلقيش، تلاقيها لسه زعلانه، بس هتلاقيها خرجت وهترجع تاني. انا بس خايفه عليها. في ايه يا زكريا؟ في ايه؟ في ان كل حاجه لازم ترجع زي ما كانت، والنهارده ما ينفعش نفضل مختفيين اكتر من كده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جيت في وقتك، في واحد جه سال عليك. واحد مين؟ امير حسن. وحشتني يا صاحبي. وانت كمان. نسيتك زي ما قلت لي، بس اتاخرت قوي. انت اللي استعجلت، انا كنت خلاص جاي لك. انا قومي شقاك لحد ما وصلت لك. اسمع الكلام اللي هيقوله لك امير يا حسن. ياسمين اختك جت الدار ومعاها واحد، ما عرفتش ليه. سامح حبسها بدون محاكمه. سامح بقى ضايع في الكل، بقى زي ابليس. وابليس لازم يتسلسل لأجل ما يوسوس لغيره وغيره يسمع كلامه. عشان كده ما بعتش عبار يطمن على الرجالة. انت هترجع الدار النهارده، بس من غير دم، من غير دم ونبع ما بحر. مهما كان كلهم اخواتي، وانا كمان مش عايز ابقى ابليس تاني. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي على كل جمايلك دي. هفضل شايل جمايلك فوق دماغي لحد ما اموت. بحر ما بيقدمش جمايل، بحر يعرف الأصول والواجب. وياريتك تبقى زي المرحوم أبوك، هو له مقامه وهو في تربته. يعني عايزك كده تحافظ على كلمتك زي هو ما كان بيحافظ، والوعد اللي انت اديتهولي تحافظ عليه. ها؟ ما تزعليش من الطريقة اللي قابلتك بيها لما جيتي المرة اللي فاتت. معلش، من كتر ما شفت ناس طمعانين فينا، خصوصا بعد وفاة زين، ساعات ما بقدرش اعرف مين بيحبنا بجد ومين مش بجد. انا عمري ما كنت طمعانه يا طنط جيهان. انا يمكن اكون اتولدت مش في ايدي حاجات كتير، لكن عمري ما بصيت على حاجه مش بتاعتي. عارف، انا مش لسه هعرفك النهارده. انا متاكده لو زين كان لسه معانا كان هيفرح قوي بالخبر ده. عاش طول عمره نفسه يشوف حفيده. ربنا يديكي طول العمر، وانا كل اللي انا بتمناه ان ابني يتربى وسطيكوا. اكيد هيتربى وسطنا، ده حفيد العطار، انت عارفه ولاد العطار ما بيخرجوش برا ليلى. قول يا عمار، لو في واحد جاي على ارضك هتعمل معاه ايه؟ هقطع له رجله. ولو حد
طبيعي على اخواتك وعلى ابوك. عليا انا عمار، هتعمل فيه ايه؟ همحيه من على وش الارض. سليم العطار. Comes to you. مش هيعالج الورقة دي. وحارب كيف وانا بيدي مفيش سلاح، ودرعي فيكي كان خيبان، ورمشك فيا كان دباح، وسيفك فوق رقاب الخلق، وانا قلبي ما يملك سيف. احارب كيف؟ احارب كيف وانا اصلا مانيش فارس، ولا عمري ركبت الخيل؟ وحارب مين وانا واحد ما يعرف غير غنى المواويل؟ قليل الحيلة طول عمري، بتوه بين الصحيح والزيف. احارب كيف؟ اعزل ولدي لو ولدي هحارب ولا هستناه؟ ادار الضعف ورا جلدي وحارب ولا سيبني معاه؟ هحارب بس مش هنساه، عشان ما يقولش ابويا ضعيف. حارب كيف؟ على جبين العيال مكتوب طرق ودروب لخطويهم، وبين غالب وبين مغلوب تروح متروح في وسطيهم. أحارب ولا أحميهم؟ ومين أصلي ومين الزيف؟ أحارب كيف؟ وصايا لابد نعملها، خطاوي لابد نمشيها، نهاية لابد نقفلها، خطايا لابد نمحيها، يا فيها يا إما نخفيها، يا إيد واحدة يا إما نموت. كبير العيلة علمنا نجيب الحق بالنبوت، ونسند ظهر بعض جبال، ونسكن جوا بعض بيوت. هحارب بس يمكن أموت، وفوت في الحرب درع وسيف. بحبك بس حارب كيف؟